أهلا وسهلا سيداتي سادتي في الحلقة الثالثة من تختيم وشرح لعبة فروست بانك. الحلقة الثانية صارت فيها أحداث كثيرة، وصلنا اليوم السادس. أتوقع ممكن نختمها اليوم 50، اليوم 40 حتكون نهاية السيناريو هذا. فخلونا نبدأ. طيب نشوف إيش عندنا. معنا فحم كويس، معنا الخشب ناقص، الحديد ناقصنا والله، عندنا بطارية بخارية واحدة. تمشي الأمور كلها، تمشي الوضع مؤقتا. تطويرات عندنا إيش؟ أوكي، طورنا السخان، البيكن أموره طيبة، المستوى الأول باقي لنا كم حاجة فيه. الهانترز جيرز طورناها تمام، يعني حنخش على المستوى الثاني مباشرة. تاج 50 خشبة. شباب كيفهم في الخشب؟ أمورهم طيبة. كان في واحد مريض، عندنا 4 مرضى. بسيطة يا رجال، تنحل. اوكي التعاسة نازلة عندي، فحزود الشفت حقتهم، خليهم يقعد فترة اطول يشتغلوا. عندنا اليوم العاشر حيكون عندنا نزلة في البرد، فالى الان الامور طيبة، نقدر يعني نقدر نمشي الوضع. الشباب كان باقي لهم؟ باقي لهم ساعتين يوصلوا. هذا خلاص خلصوا، نقدر نكنسلهم. دمر المبنى مرة واحدة. ما في اكل عشان نطبخ، لسه جهزت اكل جاهزة. في كم واحد جيعان، المفروض نبدا ياكل، يعني ما اعرف ليش ما بدا ياكل. كم عندنا مهندس موجود؟ عندنا 5 فاضيين. طيب نبدأ ما نبدأ ميديكال بوست ثانية، أتوقع نحتاجها حاليا. أنا الشارع مو لازم يكون شارع دقيق وتبني في كل مكان، بس أهم شيء يوصل للمبنى نفسه وخلاص، اللي هم يدبروا نفسهم. إيش هذا؟ Feed more with less. أوكي، مقترح إنه يبغاني أفتح قانون، يعني اما نستخدم نشارة الخشب نحطها في الاكل عشان نغذي كل الناس، او انه نستخدم ال يسموها الشوربة. اعتقد انه ما نحتاجها حاليا. لو طورنا مبنى الصيادين او طورنا المهارات في المستوى الثاني حنقدر نغطي الموضوع ده، بشرط اني ما اضيف ناس زيادة حاليا. هذول يخلصوا كذلك. دمر المبنى. حلو كذا الامور طيبه. تصدق دقيقه انا خايف من شيء، هذا ايش يبغى؟ طيب بيقول البيوت بارده، نفس النظام القديم، اما اني اوعد بعضهم ان حب ادفيهم، او اوعدهم كلهم ان ادفيهم كلهم، او ما اوعد احد. الامور عندي طيبه، فانا ما راح اوعد احد صراحه، ما راح اخاطر باني انقص الامل لو جبت العيد. يلا يلا نقصنا بس كم خشبه ونخلص. يلا يلا شوفوا شغلكم شباب. يلا ايوه وصلوا الشباب. طيب مضطر نبني 3 بيوت عشان نسكن الناس. خلينا نبنيهم هنا تصدق هالمره، ونبنيهم في الطرف هنا احسن. ما اعرف مكان هذا جيد، قريب من المنطقه هناك، برضو قريب من الاعمال. طيب خلينا نحطهم تحت هنا، ما هي مشكله. يا جبنا العيد نشوف هذا ايش يصير. بحط 4 بيوت. دائما لما تجي تحط مثلا قال لك انت محتاج 3 بيوت، حط 3 وضيف واحد، دائما ضيف ضيف، لانه ممكن في اي لحظه يجوك ناس زياده غير اللي انت متوقعهم. طيب نرسل الشباب على الستردي شيلتر اخيرا، نكمل المهمه الرئيسيه. مع انه والله صراحه يعتبر غلط ان الحين ارسلهم، لانه في احتمال انه تجيني دفعه ناس ثانيه وزي كذا، فالافضل ان ايش حبه حبه. طيب حطينا التطوير حقت المستوى الاول من المهارات، امورها ماشيه للان. شغالين شباب في الخشب، باقي لهم ما شاء الله خشب كثير لما يخلصوا، واعتقد هذول قرب يوصلوا. يا سلام وصلوا الشباب، خلينا نشوف ايش عندهم. حلو المكان هذا فيه بطاريات بخاريه، كمان في اكل جاهز وفي خشب، يعني عز الطلب بالضبط الاشياء اللي ناقصتنا. خلينا نستكشف المكان. اوه بيقول لك انه ذا تريل ليدز تو انذر سيتي، المسار بيدلنا على مدينه ثانيه. المنطقه الثانيه اسمها ستيل بريدج اللي كشفوها. خلينا نروح لها نغامر شويه، نشوف ايش فيها ونرجعهم مره واحده عشان يجيبون لنا الخشب والاشياء هذه لان نحتاجها ضروري. طيب الشباب هنا ايش صار عليهم؟ انتهت الدوام. يا سلام
خلصنا تطوير المرحلة المستوى الأول. خلينا نشوف إيش عندنا. حلو. في قائمة الأكل والصحة فتحنا المستوى الأول من البيوت، يا سلام. فتحنا كذلك تطويرات للصحة، المعدات الصحية. فتحنا حاجة اسمها الهوت هاوس. الهوت هاوس هذا يمديك تنمي فيه بعض النباتات بحيث يصير عندك مصدر للأكل. لكن لو تلاحظ تحت هنا بيستهلك واحدة من البطاريات البخارية اللي عندنا. البطاريات البخارية صعب تلقاها مرة، ما يمديك تصنعها، فقط تلقاها. عموما ما راح نطور هذا الحال لأنه محتاج البطاريات صراحة. خلينا نشوف قائمة الموارد ايش عندنا. حلو، فتحنا تطويرة في المخازن، كويس، يزود لنا المخزن نسبة 50% زيادة مساحة المخزن. فتح لنا المصنع المنجم الفعلي للفحم، برضو كذلك يستهلك حبة بطارية بخارية. عندنا هنا اللي هو الشاركول كيلن. الشاركول اللي هو الفحم الخشبي، يمديك تستغل الأخشاب اللي برا الموزعة هذه، لما تجمعها تحرقها وتحولها إلى فحم. السومي الأبغريد هذا حيسرع العملية هذه، ممكن نحتاجه. الوولدريل هذا يحفر الجدران ويطلع الخشب اللي هي المستوى الثالث. الستيل ووركس عاد مرينا عليها أول. حلو، مدينا دحين نسوي فرقة ثانية من المستكشفين والمستطلعين. مدينا نطور المحرك للمستوى الأول، ومدينا نوسع المجال حق المحرك. مبدئيا نبي نطور المعدات الصحية صراحة لأنه محتاجها مرة كثير. وبعدها بنطور البيوت للمستوى الأول عشان حجينا موجة برد في اليوم العاشر زي ما كنتوا شايفين، ونحتاج نطورها من بدري. الفحم عندنا قرب يخلص، وصلنا على 180 ومضطرين نجيب فحم بسرعة. ايش حنسوي؟ هنروح الموارد، حنبني جاذرينج بوست ثانية حنحطها هنا. هذه فيها 500 حبة فحم، هذه كذلك فيها 500، وهنا كمان 500، يعني عندنا حوالي 1500 حبة فحم في هذا المكان. هنا كمان عندنا شوية حديد، يعني نشيله معانا ما يضر. حنبني أول واحدة هنا، الثانية حنبنيها هنا، عندنا موارد كفاية الحمد لله، بس نحتاج نبني لهم شارع. أربع خشبات هنا، ولنا باقي معايا 8، حنحط 4 هنا كمان. خلاص، هذا بس مؤقتا لما الشباب يجمعوا باقي الخشب، لما يخلص الموارد اللي هنا. الحين حننتقل للموارد اللي هي في الجدران. وضع الأكل صار عندنا خطير، في واحد هنا صار دخل في مجاعة، صار مرة جيعان. أنا مستغرب إنه عند الصيادين أمورهم طيبة، جالسين يجمع موارد، بس واضح إنه الأكل اللي يجمعوه ما يكفي. وممكن نضطر نبني مبنى ثالث للصيادين، أو أغلب الظن إن إحنا حنفعل قانون الشربة. خلينا نفعله من دحين. من هنا تغير مكان نوعية الأكل، هل تبغاها تكون أكل عادي ولا تبغاها تكون شربة؟ طبعا زي ما كتب لك كوك هاوس البرودوس 4 فود راشنز فروم 2 رو فود، يصنع لك 4 أكل من أي حبة أكل ني. هذا بيصنع لك 5، يعني بزود لك واحدة عليهم عشان يقدر يكفي العدد. بس عندي جالسة تمرض كثير، المشكلة ما أنا قادر أعرف إيش السبب اللي يخليهم يمرضوا، بس ما هي مشكلة. الله، شباب وصلوا. نستكشف. يا سلام، أوتوماتون، أحلى شيء. فانكشنال أوتوماتون، الله. أوتوماتون هو هذا الروبوت العملاق. الروبوت هذا مصنوع من حبة بطارية بخارية، يشتغل ما يتعب ليل نهار، ثلج مو ثلج، عاصفة مو عاصفة، الولد شغال ما عنده أي مشاكل، حيفيدنا مرة كثير. عندك خيارين، الخيار الأول إنك ترسله للمدينة، الخيار الثاني إنك تفككه. إذا فككته راح يعطيك حبتين بطارية بخارية، وراح يعطيك 88 حبة حديد. حديد ما نحتاجه، البطاريات البخارية نحتاجها، بس أنا محتاج على الأقل أوتوماتون واحد عشان نخلص الليلة الصعبة اللي حتيجي. فبرسل للمدينة، برسل مع الشباب، برجعهم كلهم لأنه محتاج الموارد اللي معاهم والأخشاب. هذا ايش عنده؟ اوكي، بيقول انه في الجسر اللي لقيناه وكذا ما كان مره كويس وما ادري ايش، نقص لي الامل شويه. الله،
طورنا المواد الصحية، صار الآن الناس يتعالجوا 10% أسرع. طيب نشوف إيش التطور اللي بعدها نحتاجه. أطور البيوت للأمانة، محتاج البيوت حاليا عشان اليوم العاشر ممكن ما يمديني أطور المحرك، فنلحق البيوت نبدأ نبنيها مع الخشب اللي راح يجينا، هتكون حاجة كويسة. يا سلام، خلصنا تطوير البيت، يلا نبدأ نطور البيوت. 1 2 3 4 5 وهكذا. اوكي، بيقول ان الناس قاعده تتجمد في البيوت، فراح اعدهم انه راح ادفي بعض البيوت مو كلها. مطلوب اني ادفي 3 بيوت. يا سلام، الشباب رجعوا معاهم 100 حبة أكل جاهز، وبطارية بخارية، و200 حبة خشب. طيب على ما الشباب يطوروا البيوت، خلينا نرسل للناس اللي الدفعة اللي بعدها. فنرسلهم للنارش كونفوي، حيجيبون المواطنين كثير، بس هالمكان عندي حيصير زحمة، حاليا ما اقدر اغذيهم كلهم، فغالبا راح ارسلهم من الجلومي كيف على اليمين. طيب الشباب امورهم طيبة، راح ابني ميديكال بوست كمان زيادة، مكان صار شوية زحمة لكن عاد ايش نسوي. بالنسبة للمنطقة هذه حشغلهم كمان دوام مطول، لأني مرة محتاج الحديد اللي هنا عشان أكمل باقي البيوت. تدري دام أنا هنا والأوتوماتون جاي في الطريق، باقي له حوالي 20 ساعة، نفتح الحديد. أيوة سلم. بيقول للمصابين إيش نسوي فيهم. طيب مضطرين نشوف القوانين حقت العلاجات. الخيار اللي على اليسار هذا اللي هو الراديكال تريتمنت، راح تقدر تفعله بنفسك، يعالج المصابين في الخيم، ما يحتاج ان انت تبني الانفيرمري عشان تعالجهم، راح يرفع لك الامل، لكن حوالي 30% من الناس اللي راح تعالجهم راح تضطر تبترهم، واي شخص يكون مبتور ما راح يمدي يشتغل. للاسف ان السعادة عندك حتزيد، في مقابل انه مستقبلا بدك تبني لهم اطراف صناعية، الاطراف الصناعية حتخليهم يرجع يشتغلوا مرة ثانية، ما راح يعانوا من موضوع البتر مرة ثانية، فهذه حاجة حلوة. طيب بالنسبة للخيار الثاني اللي هو سستين لايف، ما راح يعالجهم، راح يقعدوا في الخيام وياخذوا أسرة، ياخذوا عدد، في المقابل ما راح يموتوا، لكن نفس اللي يصير هناك حيصير هنا، التعاسة حتزيد والأمل راح يقل. ممكن مستقبلا إذا طورت الانفيرمري تقدر ذاك الوقت إنه أنت تعالجهم. والله خيار صعب صراحة، إما أني أعالجهم حاليا وبسرعة، بس الناس المصابين الثانيين ممكن يموتوا، اللي مهم في الأسرة مهم في العلاج، أو أني أجز هذولي وأبدأ أكمل أموري. أنا للأسف راح أختار الخيار اللي على اليسار وأبدأ أعالجهم سريع سريع. آليا راح يبدأوا يتعالجوا شوية شوية، راح يقول لي عندي عدد العمال اللي أقدر أستخدمهم فعليا. يا سلام، طورنا الحديد أخيرا. طيب الحديد مضطرين نبنيه هنا، لأنه أساس ما بدك تبنيه في أي مكان ثاني، على طول مورد من المستوى الثالث. نبني واحدة، عندي والله موارد كفاية نبني ثنتين، خلينا نبني ثنتين من الآن عشان أفتك منها خلاص. طيب الشباب وصلوا، أوه لقوا مواطنين. أوكي هذه حالة مختلفة، المواطنين اللي جوا هنا في الكهف محاصرين من دببة، إما نتركهم ويموتوا أو نحاول ننقذهم، بس إحنا ممكن بعضهم يموتوا. والله خيار صعب صراحة، لكن اكتشفنا مكان جديد اللي هو اسمه كراش سايت، خلينا نحاول ننقذهم. للأسف ماتوا. طيب مضطرين نبني فرقة زيادة، راح نرسل الفرقة هذه على اليمين، روحوا كراش سايت ممكن يلقوا فيه موارد مهمة. الفحم عندي زايد ما شاء الله تبارك الله قاعد يزيد، فراح اوقف هذول الناس مؤقتا، خلاص وقف الدوام يا شباب، اما الفحم يبدا يقل بعدين نرجع نبني مره ثانيه، او نقدر نبني مخزن. صدق عندنا موارد كفايه نبني مخزن، نبني مخزن ثاني، فليكن هنا قريب من الفحم. طيب شباب الله يعطيهم العافيه، خلصوا البناء، طفيها الى الان، ممكن نخلي واحدة منهم شغالة بس.
المخزن خلص كمان بخليه فحم. لاحظ المخزن الصغير في له 5 أنواع أو 5 خيارات ممكن تختارها. يزود لك 300 أكل، يزود لك 300 أكل ني، يزود لك الحديد، الخشب أو الفحم. لاحظ الفحم يعطيك إلى 900 زيادة، وأنا هذا اللي محتاجه حاليا. ممكن مستقبلا نغيره عشان يكون قريب منه. وصل الكبير. الله يا سلام. اسمع الهيبة، اسمع الهيبة. الله، في شرح هنا فوق اليسار يعني يوريك كيف يشتغلوا كذا الاوتوماتونز. قالين فينهم؟ واي الشيء ضاع اهو. يا بيوضح لك كيف تبني، ايش الحاجة عشان تبني. تضطر انك تبني المصنع الفاكتوري. شوف يستهلك لك 100 حبة خشب، 100 حبة ستيل، 50 حبة كول، 1 ستيم كور. شوف المشوار عشان تبني واحد بس. اهلا وسهلا، هذا مين؟ هو صاحبنا. حياك الله يا اخي. شوف 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 الهيبة يا شيخ. طيب فين نشغله؟ هنا السؤال. ما عندك تشغله في التطوير، ما عندك تشغله في الميديكال، تشغله في المصنع حق الحديد. اشتغل 24 ساعة. ممكن يخليه يجمع الفحم اساس نقدر نوفر شوية عمال يشتغلوا في المصنع. يلا خليه يشتغل هنا يجمع الفحم. خلينا نطور كمان مهارة زيادة. ايش عندنا؟ القيم الصحية طورناها، اوكي. الموارد امورها طيبة الى الان. مستكشفين زيادة. خلينا نطور المسافة حق المحرك الرينج عشان يغطي البيوت من المستوى الثاني. بغير مكان الاوتوماتون الى مصنع الحديد، انا محتاج الحديد الان وبسرعة. لازم ارفع البيوت بدل نخش على اليوم العاشر. قلنا اليوم العاشر، هرا نزلت الى سالب 40. أولع السخانات في المناطق اللي ما يوصل لها المحرك. الفحم راح ينأكل أكل بس مضطرين. ايش هذا؟ الشباب وصلوا. عندنا كم بيت ناقص لازم نبني لهم. طيب مباشرة حنبدأ نبني البيت من المستوى الثاني، ما عاد راح نبني بيوت من المستوى الأول. خلاص كلها المستوى الثاني ومن الآن فصاعدا. اوكي الشباب وصلوا. ايش لقينا؟ اخ لقوا ناس، بقايا ناس اتجمدوا، لكن اوكي معاهم 40 حبة اكل ني، معاهم 150 خشب. طيب صراحة المواد دي ما احتاجها حاليا، بس خلينا نرجع من المدينة، ومن المدينة ابدا انطلقوا للمنطقة هذه. نفس المسافة لو راحوا من هنا لهناك ورجعوا. يا سلام، لاحظ وصلنا المستوى الثاني من المسافة. شايف لو ضغطنا هنا؟ الله كل البيوت دي متدفية ما اخترع حتى. الحين بدي نطفي ذولي. طيب والله الحديد عندي ناقص يا ولد، والشباب مهم راضين يجمعوا. شغل الثاني. يلا بسم الله. هذول يخلصوا حنكسر مبنى. يا سلام شباب رجعوا. يلا نرسم المكان اللي بعده. اخ ودي ارسم على اللارج كونفوي في نفس الوقت، ما ودي هم حيجيبوا لي ناس كثير وحيجيبوا لي بقعه، بس يلا جزء من الحياه. الخشب عندي بدا يتعبى فل. ربني مخزن موارد ريسورس ديبوت. خلينا يلا جنبهم ليش لا. خلصوا البناء، حطهم خشب خشب خشب. تمام كل الأمور طيبة. يا سلام وفينا بالوعد. الأمل زاد. شوف ايش عندنا تطويرات ناقصة. طيب في قائمة الهيتينج أو الحرارة في حاجة اسمها ستيم هاب. ستيم هاب هذه زي السخانات أو المحركات الصغيرة اللي تبنيها بعيد عنه، فحتفيدنا في البيوت اللي بناها بعيدة. خلينا نطورها من دحين، نبنيها
بس ما راح نفعلها الا لما يشتد البرد. اوه بدي نبني الكير هاوس. الكير هاوس عبارة عن دار رعاية، واحدة من المباني القليلة اللي كله ايجابيات وما في سلبيات. الشيء الاحمر اللي تحت على اليمين هو الحاجة الوحيدة اللي يقول لك بس انك انت مضطر انك تبنيه، غير كذا ما في اي سلبيات له. ايش يسوي؟ ياخذ المرضى اللي خلاص انبتروا وكذا، يشيلهم من الميديكال بوست ويوجههم على الكير هاوس، بس عندنا فراغ للمرضى اللي بعدهم في نفس الوقت، ما عاد يصيروا عندنا مشاكل ويستهلكوا نص الاكل اللي عادة يستهلكوه. يعني بنيه وحش كويس، في فراغ هنا نشوف. الله، هذا الحاجه اسمها الفراغ المثالي، كذا بالضبط على الشيء اللي تبغاه وداخل النطاق الحراري. الله كذا يا اخي تجيك سعاده لما تشوف. حلو، خلصنا الستيم هابس، هذه هي. لاحظ انها تتطلب 20 حبه حديد عشان تخلصها. اوه خلصنا بعد الله. عموما 20 حبة حديد. شوف النطاق الحراري حقها قديش تغطي، وللمعلومية ما بدك تبنيها إلا على الشوارع، يعني لازم تكون باني شارع أصلا عشان تحطها عليه. فراح نبني واحد هنا، هنقربه شوية لأنه المنطقة دي ما نحتاجها مرة كثير. كمان لاحظ لما تقربه المباني يصير عليها زي التحديد البرتقالي، هذا معناته إنه قاعد يغطي. خلاص واحد هنا، فين ابني ذا؟ خلينا نبني هنا. الشباب يبدأ يشتغل يبنوها. ايش تبغى؟ Long hours of toil. Sir, our people are worn out. Some of them have been working on extended shifts for days on. طيب هذا زعلان بيقول انه الشباب شغالين لشفتات اطول. ف خلاص من عيوني هنرجع كل الشفتات للوضع الطبيعي لمدة 3 ايام. شايف اشتغل الستيم هاب. طبعا بديك تختار من متى تشغله، الخيارات اللي فيه حلوه، حتى له مسافه كمان بديك من تطفيه المسافه حقته او تطفيه بالكامل من هنا. تشغله تخليه يشتغل بس في الصباح، تخليه يشتغل بس في المساء وفتره ليليه او 24 ساعه. انا ما هخليه يشتغل حاليا، هطفيه بالكامل. دام الامور طيبه عندنا خلينا نفتح او نبني بلا صح مبنيه من هذه حق التطوير. من شان نسيت اقول لكم عليها، لو انت على الكيبورد والماوس اضغط الزر الماوس اللي في النص الميدل ماوس البكره يقلب لك توجيه المبنى. هذه حاجه مفيده في بعض الاماكن زي هذه، نقدر احنا مثلا نحشر هذه في النطاق الحراري او نخليها في النص هنا بس نلفها شويه، بصير عندنا مساحه نبني اشياء زياده. مع مراد يوريني قديش النطاق فمضطر نشغله بس اعرف قديش المسافه. ان شاء الله نكفي هنا. ابني ثنتين هنا، ابغى ابني واحده هنا. شوف المكان ذا ما يبدي ابني فيه، فهغير مكان الشارع عادي، يعني اعاده هندسه للمكان. نلف الشارع من حوله وخلاص الامور طيبه. طيب نشوف الطوره اللي بعدها. افتح المستوى الثاني كويس، احتاج 75 حبة خشب و25 حبة حديد. افتح المستوى الثاني عشان نقدر نطور الانفيرمري، نقدر نعالج الناس. الله، دخلنا اليوم 12، الحرارة ارتفعت شوية إلى ناقص 30. كويس كويس كذا الخطة ماشية تمام، الأمور طيبة. هذا ما احتاج اللي شغال، يطفي يا بابا يطفي. طيب الشباب اللي هنا كمان خلصوا الموارد، بعد نحتاج المبنى هذا. كذا رسميا ما باقي اي حبة فحم من المستوى الاول، من الموارد الخام خلصناها، فالان احنا مضطرين نبدا نخش على المستوى اللي بعده. ان شاء الله بس الفحم يكفينا لما نوصل المرحلة هذيك. عطاري السخانات اللي هنا شغالة، طفيتها كيف الوضع؟ اوكي كويس. الله خلصنا المستوى الثاني من التطويرات. بسم الله. في الصفحة الأولى عندنا بدينا نوسع المستوى حقة الـ Steam Hubs، أو بدينا نطور السخانات كمان، لكن حاليا ما احتاجها فخليها زي ما هي. اللي بعدها بدينا نطور الـ Beacon، بنزود دفعة ثانية من المستكشفين، أو بدينا نفك مصنع. واو
طيب، او نطور الاوت بوست ديبوت، هذه اللي هي تبنيها في مستعمره ثانيه ويبدا يجمعوا لك موارد وكذا. عندك كمان الموارد، نبغى الفحم، كول مايننج، الله وصلنا له اخيرا. عندك كمان تطور الجاذرينج بوست انسوليشن حقتها وزي كذا. طبعا هذا لو بتمشي مع الكول ثمبر تحتاج انك تطور هذه كلها. انا افكر ما امشي معاه صراحه، افكر اني امشي مع الكول مايننج اللي هو المصنع العادي. خلينا نشوف بس ايش عندنا موارد، او نشوف ايش الوضع. الوول دريل حنحتاجه بس مو الان، نحتاجه بعدين. ممكن نطور السومل، صدق نطور السومل، بس اول شيء خلينا نبدا بالفحم. اوكي الشباب وصلوا، لقوا مجموعة ناجين زيادة كمان، 27 عامل، 19 مهندس. يلا نرجعهم، نحتاجهم كلهم. دامهم جايين نطور المطبخ، عفوا نطور الصيد في كم منطقة دافية هنا. الله، واحدة ثنتين ثلاثة، والله ما ادري اخليها ثلاثة ولا لا، بس ما ثنتين تكفي حاليا ان شاء الله. الله، وكان المنجم. طيب عندك منجمين، واحدنا واحدنا، اوه في واحد ثالث كويس. ببدا بواحد فقط هنا، نشوف الوضع كيف. اذا احتاجنا واحد ثاني نبني. كم استهلك موارد؟ استهلك 20 خشبة، 10 ستيل، 1 ستيم كور. اوكي ما بخاطر، لان ممكن احتاج ستيم كور في الورد ريل مستقبلا. ايش تبغى يا صاحبي؟ اي انا عارف، بينصحك انه ترى هذا يستخدم الستيم كور وكذا، فحرص عليه. معلوم. التطوير اللي بعده، خلينا في الاشياء الصحيه، نحتاج اشياء صحيه حاليا، ونحتاج كمان اكل. الصحه ولا الاكل الاول؟ شوف الخيارات هذه هي اللي تخليك ما تعرف ايش تختار. خلينا نطور الاكل، يصير بدل ما احنا نستهلك 15 شخص عشان يروحوا يصيدوا يصيروا 10، نوفر كم عامل نستغلهم في مكان ثاني ان شاء الله. حنغيره، ما راح نخليهم يطوروا الهانتنج تاكتكس عشان نقص عدد، عشان نقص عدد الموظفين. لا، حنطور حاجه ثانيه اسمها الفلاينج هانترز، نستبدل البيوت القديمه بهذا الشيء. يصير بدل ما ينتجوا لي 15 حبه اكل في اليوم، المكتوب 20 خذي 15، ينتجوا لي 30 اللي هو الضعف. حلو، خلصوا البناء حقه الكول ماين، منجم الفحم. حنقول اوتوماتون صراحه من هنا، ما احتاجوا حاليا يشتغلوا في الحديد. الى الفحم، ب 24 ساعة اشتغل فحم. الله، رجع للمدينة مع مواطنين، نحتاج نسكنهم كلهم. انا حبنيهم قريبين من السخانات اللي هنا. طيب خلينا نرسلهم المكان الاخير. ما راح ارسلهم دحين الويذر ستيشن، محطة المناخ، لو وصلوا له حنتطور في المهمة الرئيسية، واذا تطورنا في المهمة الرئيسية راح تجي العاصفة بدري، فراح اخليهم مرتاحين شويتين كذا قدام، نضبط امورنا، نسكن الناس هذولي، نشوف وضع الاكل. ونعم اتوقع كذا كفايه على الحلقه الثالثه. الحلقه الرابعه حنبدا نكمل في القصه، وحنشوف ايش يصير.